الأدوار العيادية ممرضة متعددة التخصص بجهة الدار البيضاء ستات. كيف ما كنعرفوا جميع، فالمغرب كسائر دول العالم كيمر بأزمة صحية بسببها فيروس كورونا. وبسبب هذا الوباء بزاف ديال القطاعات تجندات للحد من تفشي المرض ولحماية المواطنين. وفي هذا الصدد فالأطر التمريضية حتى هي تجندات 24 ساعة على 24 ساعة، وكتخدم ليل ونهار باش تكونوا نتوما بخير وعلى خير، لأنكم نتوما حبابنا، لأنكم نتوما القلب النابض ديال البلاد. وكما احنا الممرضين بجميع الفئات ديالنا كنضحيو بكل حب وإخلاص في سبيل التغلب على الوباء، فاحنا كنشكروكم على الالتزام والصبر ديالكم، وكنطلبوا منكم انكم تكونوا معانا وما تاخذوش الامر باستهتار، لان من اجلكم بزاف ديال الممرضين هجروا ولادهم وحبابهم وعائلاتهم. كنطلبوا منكم انكم تثقوا فينا وتثقوا في المنظومه الصحيه وما تخافوش، لاننا معاكم وفي جنبكم، لان فيكم امهاتنا، فيكم ابائنا، فيكم خوتنا وخواتاتنا، وحنا فداكم وفيدا الوطن الحبيب. الأطر التمريضية عبر ربوع الوطن كطلب منكم أنكم تلتزموا البيوت ديالكم وما تخرجوش إلا للضرورة القصوى، وتلبسوا الكمامات حفاظا على صحتكم وصحة الناس العزاز عليكم، وما تنساوش قواعد النظافة العامة وخاصة غسل اليدين باستمرار. وهكذا غادي تكونوا عاونتونا، وغادي نكونوا حنا جنود مرابطين في المستشفيات، وغادي تكونوا نتوما ابطال من داخل البيوت ديالكم، ويد في يد ان شاء الله غادي نتغلبوا على هذا الوباء، وبينا وبالوعي ديالكم غادي نجعلوا بلادنا المغرب مفخره وسط بلدان العالم. عافانا الله واياكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بقى في داركم، تحمي راسك ناسك وتحمي بلادك. نحن كممرضين وتقني الصحة في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جميع المناطق، جميع المستشفيات المغربية، الممرضون المغاربة وتقني الصحة في الصفوف الأمامية مع باقي الأطر الصحية، نحارب من أجلكم، عفاكم، نطالب المواطنين بالبقاء في المنازل ديالكم. بغينا نوقفوا الجائحة، ما نمشيوش للمستوى الثالث والرابع، ما بغيناش نوصلوا للمستويات كما الدول الأوروبية. الحمد لله بلادنا قامت بتدابير وقائية ومستعجلة، حاولوا تعاونونا، بقوا في دوركم، الله يجزيكم بخير. غا ما يتحت كما النون هذا نديني الشلحيت، اي تسوس، اي تقادير، اي المغرب كله، تميد المغرب المواطنين. الحمد لله سبين الوعي، يعني الوعي مقرن، راه بينتو على وعي عالي الحمد لله، حس وطني. بغينا نستوعبوا هذا الجائحه، بينا نحاصروا الفيروس قبل ما يحاصرنا. بقاو في ديوركم الممرضين، حنا في الطواقم الصحيه كنقوموا بالجميع اللي كنستطيعوا باش نعالجوا المرضى، والحمد لله خير. كاين الحالات التعافي، ولكن كاين حالات الوفاه مع كامل الاسف اللي كنطرح اليوم، وكنقدموا تعازينا كممرضين وتقنيين الصحة في المغرب لعائلاتهم. راه ما بغيناش الامور تخرج على السيطرة، حنا الحمد لله الامور كاينه داخله في السيطرة، وكلشي كيقوم بالواجب ديالو على احسن ما يرام، على احسن وجه. حاولونا الله يجزيكم بخير، بقوا في ديوركم. محمد بقدور، عضو لجنة الاعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيين الصحة بالمغرب. السلام عليكم، معكم ايوب روقي، ممرض في العيادات الاستعجاليه والعنايه المركزه باقليم المضيق. مهم، في ظل هذه الجائحه اللي كتضرب العالم كامل ومعها المغرب وطننا الحبيب، حنا كجنود الصف الاول كلنا عزم وثقه اننا قادرين باذن الله على هزيمه هذا الفيروس، واننا نضحيو بالغالي والنفيس وسنقاتل حتى اخر رمق من اجل ضمان جوده علاج في المستوى لكل المغاربه. وبما اننا صف واحد، حيت اصلا حنا واحد، ولاد وبنات الشعب، الدور ديالكم لا يقل اهميه على الدور ديالنا. حنا عارفين بلي كاين اكراهات وعاقل بزاف، ولكن كندعوكم الى الالتزام بالحجر الصحي قدر المستطاع، وان شاء الله غيكون خير. الشد هي ازمه شنفاجي. السلام عليكم، معكم رشيد شحتان، ممرض تقني متخصص بالاشعه باقليم الناظور بالجهة الشرقية.
فرسالتي اليوم إلى كل مغربي ومغربية، إلى كل كبير وصغير، إلى كل أخ وصديق، رسالتنا كممرضين حنايا مرابطين ومجندين في المستشفيات على ودكم، فكنشدوكم تبقاو في ديوركم، واللي بغى يخرج يدير كمامة ويغسل يديه مزيان ويخرج إلا للضرورة القصوى. فكما كتعرفوا هناك مجموعة من الحالات الحمد لله الآن كتمثل الشفاء، وهذا راجع للجهود ديال الأطر الصحية، ولا كذلك جهود ديال السلطات والقرارات اللي خدتها الدولة من أجل تحافظ على سلامتنا، وما بغينا نشوفوا حتى شي واحد عزيز علينا نعس هنايا في السبيطار. لذلك فكنطالب جميع المغاربة يلتزموا بشروط السلامة ويبقاو في ديورهم، راه ما بقى قد ما فات باش نرجعوا ان شاء الله لحياتنا الطبيعيه ونتغلبوا جميع على هذه الجائحه في اقرب وقت. خاصنا نتعاونوا، وكنوعدوكم باللي حنا كممرضين مغاربه غادي نبقاو متجندين باش نسهروا على سلامتكم وعلى صحتكم داخل المستشفيات. وشكرا. السلام عليكم، ديدون ويان بعرفة تفرم ليتك سبيطار نقول ميما جهة درعة فيلال دون ستور غايت ما ديست ما أتقيمي بكتي دروين النون نكوني كلو إفرم لين تفرم لين لك سبيطارة تفاكوني نعاون عن قيم لدون أرتي هيرا أرتي زري ويدا إن شاء الله ورتو قدم كوني عاونتا غير تقيمي بكتي دروين النون نكوني هتنلاق الخطر على حسب النون عاونتا غتقدي زري إن شاء الله ويدا بخير وعلى خير. جمال السحيمي تقني في المختبر، كنتمي لهيئة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب. هذا نداء بسيط لعموم المواطنين والمواطنات اللي كنتمنى ان الجميع يتلقى بصدر رحب. فالاخوان كما تعرفوا كاملين الدولة ديالنا تحت القيادة المولوية لصاحب جلالة محمد السادس، يعني قامت بواحد الخطط استباقية جد فعالة وجد مهمة من اجل صد الوباء ومن اجل يعني الوقوف سد مانع امام هذا الوباء. يعني يبقى فقط على عموم المواطنين والمواطنات الالتزام بهذه الخطوات هذه، وان شاء الله غادي نمروا مرور الكرام كما تنقولوا. فالاخوان والاخوات راه هذه الخطوات يعني ما قاموش بها دول عظمى، داكشي علاش الان كنشوفوا مثلا الايطالي ولا الاسباني ولا لا فرونس وصل لواحد العدد مهول ديال الاصابات ولا ديال الوفيات. ولكن حنا الحمد لله بفضل هذه الخطط ديال الاستباقيه اللي نهجتها الداخليه ولا نهجتها وزاره الصحه، فالحمد لله حنا مازالين لحد الان ما وصلناش لذاك الاعداد، وان شاء الله ما غاديش نوصلوا لوصول الدول الاخرى، لاننا حنا كممرضين وكتقني الصحه فاحنا يعني خدامين 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام، يعني بدون قطع. في أي وقت مشيتي غادي تلقى الممرض والأطر الصحية الأخرى. فكما قلنا يعني احنا كممرضين وكتقني الصحة مجندون مسلحون بالإيمان وبتشجيعات الحمد لله ديال المواطنين اللي كانت تلقاوها وبرضة الوالدين كما سنقولوا، وان شاء الله غادي نمر من هذه المرحله وحنا جد متفائلين اللهم لك الحمد، يعني لانه هذه الخطط اللي صراحه حنا سنقارنوا راسنا بدول عظمى، كما قلنا كنقارنوا راسنا بدول عظمى، وذاك الدول العظمى راه ما خداتش هذه الاحتياطات اللي خدينا حنا والحمد لله. يعني ما بقاش بزاف الاخوان، ما بقاش بزاف، ان شاء الله يعني من هنا للوفان ان شاء الله غادي نحاولوا نكونوا وقفنا سد مانع ضد هذا الوباء، وان شاء الله ما غاديش نزيدوا نفقدوا الارواح ان شاء الله، ولكن بشرط ان الجميع يلتزم، كل واحد يلتزم بالخطوات الوقائيه وبالخطه اللي وضعها الدوله، الالتزام الاخوان بالبيوت، الخروج الا للضروره، ارتداء الكمامات، النظافه، غسل الايدي، يعني الامور الان راه كل شيء ولا كيعرفها، ونتمنى ان شاء الله كل شيء يبقى ملتزم بهذه الخطوات. وكما قلنا احنا كممرضين وكتقني الصحه فاحنا مجندون مستعدون لما هو أسوأ، وان شاء الله ما غاديش نوصلوا للأسوأ، وهنا غادي نوقفوا يعني سد مانع لهذا الوباء. وتحيه عليا وخليكم في الدار الخوت حتى كورونا تفوز. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.